الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض بقى الأسئلة بتاعتنا. وصلنا للسؤال ده. مديك إيه بقى؟ مديك سمري كده، ملخص بتاع شيت، وكاتب لك لاست يير اكشوال، وجيب لك مجموعة قيم. طيب، وعشان كده تحت كده جايب لك وكاتب لك كلمة مينيمم. طب هو عايز إيه بالظبط؟ تعال نشوف كده السؤال بيقول إيه. بيقول لك طيب a function، اكتب دالة، كبر شوية بس كده، بقول لك اكتب دالة انتو سيل اف 8 في الخلية اللي هي اف 8 ديت، ذات ويل كالكوليت، هتحسب the smallest value، اقل قيمة. قال لك اقل قيمة، يبقى اتعرفت ان هي الدالة اللي هي بتاعة الحد الادنى اللي هي ماين، in the highlighted range، وبرز انتر كي وين يو هاف فينيشد، واعمل انتر كي لما تخلص. هنا يا جماعه عايزين نكتب دايره الماين، يبقى هنقول له بتساوي ماين، هو محدد على ايه بقى؟ هنقول له الخلايا من اول اف 5 الى اف 7، ويعمل ايه؟ انتر. هيبقى بيساوي ماين اف 5 الى اف 7، ويعمل ايه؟ انتر. السؤال اللي بعد كده جايب لك برضو كده الشكل ده، بقول لك ويتش فورميولا، اي معادله انترد انتو بي 10، هندخلها في الخلية بي 10، وود فاين ذا توتال، الإجمالي. طالما الإجمالي يا جماعة يبقى دالة المجموع. خد بالك كده، لو هو قال لك هيفيست جريتست هايست، يبقى يقصد الماكس. لو هو قال لك زي المثال اللي فات ده سمولست فيوست لوست، أقل يبقى مينيمم. لو قال لك التوتال يبقى المجموع. لو قال لك نمبر اوف ريكوردز، عدد الخلايا، يبقى يقصد بقى دلوقتي الكاونت اللي هي بتحسب ايه؟ عدد الخلايا. ماشي يا جماعه؟ السؤال ده بقى قال لك ايه؟ ذا توتال اماونت، المبلغ الاجمالي اوف رين فول ذات فيل ان ذا 7 دايز، مبلغ او الكميه الاجماليه كميه المطر اللي بتسقط في السبع ايام. وهو هو هنا في اللي هو بي 10، عايز يحسب مجموع من اول بي 3 لحد بي 9، يبقى اقول ايه يا جماعه؟ اقول له بتساوي سم افتح قوس من بي 3 الى بي 9. السؤال اللي بعد كده مديك داله ثانيه، داله اف، يقول لك ايه بقى؟ ويتش فورميولا، اي معادله وود ديسبلاي هتعرض 10% ان سيلسي 3 في الخليه سي 3 اللي هي من العلامه دي. بيقول لك هيعرض فيها بقى 10%، ده امتى؟ if the customer order quantity، لو ال quantity order ماشي is over 300، اكبر من 300، and 0% و0% if not، لو ما كانتش اكبر من 300. يعني يا جماعه عايز يعمل ده هنا، يعمل ده اف، عايز لو الرقم ده هو اللي هو جنبها ده اكبر من 300، حط هنا 10%، ما كانش حط 0%. بص كده، انزل تحت كده 250 اقل من 300 بقت 0%، 325 اكبر من 300 بقت 10%، 200 اقل من 300 بقت 0%، وهكذا. ماشي يا جماعه؟ فهنا بقى عايز يحط الايه؟ المعادله اللي هنا. فنعمل ايه بقى هنا كده؟ بص، هنقفل في الخليه ديت ونقول له اف، لو الخليه اللي هي دي اللي اسمها ايه؟ اف بي 3 اكبر من 300 كوما، ايه اللي هيحصل يا عم؟ حط هنا 10% 10%. طيب كوما ثانيه، لو ما حصلش حط 0%. يبقى المعادله يا جماعه اللي بقى اللي هي المعادله دي اللي هي اف بي 3 اكبر من 300، لو اتحقق الشرط كوما كده 10%، لو ما اتحققش كوما ثانيه 0%. السؤال اللي بعد كده جايب لك الاكسبنسز في شيل كده، المصاريف والانشورانس والرنت ومش عارف ايه، وجايب لك قيم جنبها. طيب عايز ايه؟ بقول لك تشينج ذا ديسبلاي، يعني غير عرض الارقام، ان سيلكتد رينج في هذا التحديد فروم نو ديسيمال، ان هو ما فيهوش علامه عشريه بليس تو 1 ديسيمال بليس، لعلامه عشريه واحده. بص كده، لو انت عندك كده مجموعه عندك مجموعه كده ارقام في شيت في اكسل، وليكن هنفتح ده كده. بص كده، تركز معايا، ادي مثلا مجموعة أرقام كده أهي، هنحددها. لو أنا جيت كده على العامة ديت اللي هي دي ماشي، افعل كده increase decimal، أما كليك واحدة إيه اللي حصل؟ أهو اديتك الإيه؟ اديتك الأرقام دي كلها بعد علامة عشرية إيه؟ واحدة. ماشي؟ واحد يقول لك مش عايز دي، عادي يا عم، كليك يمين
وفورماتلز تنسيق الخلايا، وروح على نمبر ديسمال بليسز خليه واحد، يعني بدل واحد قول له اوكي. اللي هيحصل هي هو نفس اللي حصل ايه المره اللي فاتت. تمام يا جماعه، يبقى لك الاختيار بده او ده، واعتقد ان اللي على التول بار اسهل بكتير. السؤال اللي بعد كده بيقول لك شيت برضه اهو مكتوب بروفيت بروجكشن، ومعلم لك على بعض ال طيب الارقام دي بقى عايز يعمل فيها ايه بقى. بص كده بيقول لك ابلاي ذا باوند كرنسي، ده يا جماعه علامه الجنيه الاسترليني اللي هي بتاعت اليونايتد كينجدوم، سيمبل تو سيلكتد نمبرز. هو مديك ارقام وليكن مثلا زي الارقام دي كده، وعايز يخليها بالجنيه الاسترليني، او عايز ينزل علامه الجنيه الاسترليني فيها. نعمل ايه؟ بص كده كليك يمين، وبرده فورمات سيلز، وهيقول لك هجيبها من فورمات. اوكي هي هي، وروح على كرنسي العمله لان هو عايز عمله. ماشي، تعالى بقى على السيمبل ده افتحه، وانزل اختار اللي هو الانجليش بتاع يونايتد كينجدوم. انزل كده اهو، لا ده يونايتد ستيتس. طيب نحاول نشوفه اهو انجلش، او كان تاني شويه انجلش يونايتد كينجدوم جبناه اهو، قول له اوكي كده شوف اللي يحصل. بص كده نزل في الخلايا او نزل في السيلز عندك العلامه اللي هو عايزها، علامه ايه اللي هي الجنيه ايه الاسترليني. اوكي يا جماعه، السؤال اللي بعد كده مديك كده شيء برضو اكسبنسز، واقف على خليه كده بيقول لك فورمات ذا كونتنتس اوف سيلكتد سيل بولد، خلي تنسيقها بولد. طبعا بنروح مباشره، مش عارف طبعا شرحها دي، بنروح على البي دي كليك خلاص. السؤال اللي بعد كده بيقول لك هو معلم لك على خليه كده اللي اسمها اكشوال دي، وبيقول لك كوبي اول ذا فورماتيك، انسخ التنسيق. طالما قال كلمه نسخ التنسيق احنا عارفين ايه الفرشه اللي هي اسمها فورمات برينتر. عايز ينسخ التنسيق من ايه بقى؟ فروم سيل بي 3 من خليه بي 3 اند اوتوماتيكالي ابلاي ات، وطبقها على الخليه دي 3. ولكن يا جماعه كده نعدل دلوقتي الخليه كده اللي هي الخليه دي بالشكل ده، عايز ينسخ التنسيق من الخليه دي ويطبقها على الخليه دي. نعمل ايه؟ هو واقف على دي اوريدي خلاص اهو، بنروح بالفرشه واجي كليك على الخليه التانيه اهي، هتلاقيها تبقى كذا بالظبط. ماشي، طيب عايز دي على دي، يعني عايز تنسيق تحت يبقى زي اللي فوق، نفس الحوار فرشه واعمل كليك بقى زي بالظبط. ماشي يا جماعه، يبقى اسمه ايه؟ اسمه كوبي ذا فورماتيك او نسخ التنسيق. السؤال اللي بعد كده جايب لنا مجموعه خلايا فوق كده اللي هي محددها ديت، وعايز ايه بقى؟ بيقول لك تشينج ذا اورينتيشن، غير الاورينتيشن اوف ذا تكست، اتجاه النص ان سيلكتد سيلز في الخلايا المتحدده تو فيرتيكال اللي هو راسي 90 ديجريز 90 درجه. ازاي اخلي نص في خليه 90 درجه؟ بص يا ريس وليكن احدد دول. ماشي، خلي كده مضمون كده اهو، احدد دي هعمل ايه؟ كليك يمين فورمات سيلز سيل الخلايا، اروح للالاينمنت، اجي بقى على الاورينتيشن اللي هي دي. ماشي، اوعى اغير دي على الاورينتيشن ديت، اخلي 90 درجه، او اخد المؤشر كده واحطه فوق اهو، او 90 درجه اقول له اوكي. شوف بقى شوف بقى شوف خلي بالك انا عايز بس اكبرك الصح عشان تشوفه. شوف بقى ايه اللي حصل بقى، شكل الكلمه او اتجاه الكلمه اهو، شوف فيرتيكال راسي في الايه في الخليه. هو استنى اكتر هنشوف اكتر اهو، مانسلي سيس بيتعمل زي بدل ما تيجي بالعرض كده، لا جت ايه فيرتيكال بالطول. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه، مديك شيت برضو كده وبيقول لك سيلكت ذا رينج اوف سيلز، حدد الخلايا من اول اي 2 لبي 6. في لحد دلوقتي ناس بتخفي ان احدد رينج من الخلايا. هتقول لي يا جماعه بص كده، وليكن انا عايز احدد الخلايا من اول هنا لحد هنا، اعمل ايه؟ اقف اول خليه وامشي اهو، بس حددت عايز احدد من هنا لحد هنا اهو وامشي بس لحد هو ما بيظهر لك المنطقه ديت. طب قلت غلط ارجع فيها تاني. ماشي،
طيب هو عايز بقى يعمل ايه في السؤال؟ هو عايز يحدد برنامج خلايا من A2 لبي 6. ماشي. لونش ذا تشارت ويزارد، وروح للتشارت رسم البياني اند تشوز اباوت تشارت، واختار تشارت من نوعه اسمه باي، وبعدين نعمل فينش. طيب نعمل ايه؟ بص كده دلوقتي انا في الفايل بتاعه احدد فعلا دي كله اهو، ده مثلا اللي هو قالك عليه، ونروح على تشارت اهو، اختار شارت من نوع باي، وات ايفر بقى يقول لك ايه، يعني قال لك كولم بار لاين اريا حسب بقى ما يقول لك، ده اسمه شارت. طيب نوع التخطيط اخترت باي، وقال لك اعمل فريش بعد ما تختار اهو، فريش اهو، او حط لك رسم الايه البياني كده يا جماعه. السؤال بتاعه ايه؟ السؤال بتاعه خالص ماشي. اللي بعد كده جايب لك تشارت كده في التشارت في الصفحه، وبقول لك دوبليكيت. طالما قال لك كلمه دوبليكيت يعني انسخ على طول من غير ما تفكر، دوبليكيت يعني انسخ. سيلكت تشارت، انسخ هذا الرسم الباني انتو سيل A1 في الخليه A1 اوف ذا كونفرنس ورك بوك، في ملف او ورك بوك التاني اسمه ايه كونفرنس. انتوا فاهمين ايه النظام؟ هو عايز ينسخ تشارت من فايل او ورك بوك يحطه في ورك بوك تاني، ايه المشكله؟ تعالى كده وليكن هو ده معاه، هو التشارت بيجي عليه كليك يمين ونقول له كوبي، كده خد النسخ. وليكن ده ملف تاني مثلا، ملف تاني بنقفل الخليه اي واحد وكليك يمين ونقول له بيست، بس كده ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك جايب لك كده تشارت كده، وايه لو تشينج ذيس كولم تشارت، غير نوع التشارت ده من كولم اخليه ابار تشارت. كويس قوي السؤال ده. يعني مثلا يا جماعه وليكن ده الشارت اللي احنا سالناه من شويه اللي هو اسمه باي تشارت، عايزين نغير نوعه. انت طبعا هو متحدد، بتروح على تشارت كده وتشارت تايب نوع التشارت، اختار اي نوع انت عايزه كولم اهو، وقول له اوكي يتغير اهو، مش عاجبني عايز اغير نوع تاني اهو تشارت، ويختار تشارت تايب ماشي، اختار لاين تقول له اوكي خلاص، او تروح اعمل كده كليك يمين، يعني لو عايز طريقه مختصره كليك يمين وتروح برضو للتشارت تايب، هجيب نفس القايمه اختار مثلا دي وقول له اوكي، انت حر بقى سواء كليك يمين سواء من قايمه، كله معاك ايه؟ كله معاك شغال ماشي يا جماعه.